صباح الخير لكل مشاهدي ام تي في لايف. وصلنا لفقره ايت سمارت، واليوم معنا رندا فهد. رح نحكي عن النخاله وامراض الكلى وشو ممكن يسبب لنا يمكن من امراض لبعض من الاشخاص يلي عندهم مشاكل بصحتهم. صباح الخير رندا. صباح النور. اليوم رح نحكي لنا عن النخاله، وكمان عنا خبريه اليوم وسؤال المشاهدين. اليوم نهار التنين، بيبقى لنا نهار حافل وهيك نبلش اسبوعنا، يكون اسبوع مبارك، وكون عم نجاوب قد ما فينا خبريات والسؤالات المشاهدين. بحب اذكركم دائما تتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد، او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم بتتابعوني. اخترت اليوم سؤال لانه هو صيفي بامتياز. حدا كان عم يسالني انه انا شخص وزني 50 كيلو، قديش لازم اشرب مي بنهاري؟ كان السؤال بالتحديد هل اذا بشرب 5 لترات مي هن كافيين؟ هلا الجواب هون انه يمكن 5 لتر بكونوا كثير كتار اصلا لحياة لشخص كتار. هلا نحن بالاجمال لورا، يعني شو بيقولوا، معادلة كتير هينة. نحن بنشوف إذا طولنا قدي هو، وإذا نحن أشخاص بوزن منه وزن كتير مليان، تقريبا من الطولنا لازم نشرب. يعني إذا أنا طولي متر ونص لازم أشرب لتر ونص، وكل ما الطول زاد لازم يكون شرب الماء يزيد. هذا عم نحكي على المينيموم. طبعا وقت يكون عندي انا بمحل شوب، انا عم بعمل رياضه زياده الى اخره، عم بعرق زياده، لازم اشرب زياده. هلا اللي بيقولوا انه ما لازم دائما ولا مره احس انه نشف ريقي، هذا يعني صرت ديهايدريتد. والشغله الثانيه بدي اطلع على لون البول عندي بخلال النهار، هو لازم يكون ترانسبيرنت يعني بليلي، ولكن الصبح وقت انوعا ما لازم يكون ترانسبيرنت. فاذا انت شربتي 5 لترات مي وعيتي الصبح فتي على التواليت وطلعتي على البول اللي عملتيه، اذا كان هو ترانسبيرنت يعني هو انت عم تشربي كثير زياده وعم يروح كثير معادن من جسمك. بس بنفس الوقت ما لازم يكون غامق كثير. الصبح فيكون غامق، الصبح في يكون غامق، بس خلال النهار لا، لازم يكون ترانسبيرنت. فاذا هون اوقات الخمس لترات هيدي من ميله، من ميله ثانيه يمكن يصير معنا مشكله الهايبوناتريميا، يطلع عنا زياده معادن من جسمنا، وهذا الشيء مثل ما بقول دائما ابدا ما راح يكون منيح. ومن ميله ثالثه انه نحن يمكن عم نشرب كل هالقد، ما يعود هالشيء يسمح لنا او يطلع لنا وقت نكون عم ناكل، لانه كل وقت عم يكون شرب مي، فكمان في يكون هون عم ينقص نيوترينتس لانه نحن عم ناكل اقل. فاذا كل شيء بهالدنيا هو الاعتدال. عندنا خبريه اليوم كمان، هي دراسه انت طلعت عليها وبدك تخبرينا اياها. مزبوط، اليوم دراسات كانوا كثير مهضومين وهي لها علاقه بالاكل، كيف هو تغير بين اذا كان كامل او اذا كان طحنه، اذا كان مثل ما هو او اذا كان قشرني، اذا طبخني استوى كثير اما لا، هل بيتغير، وخصوصا بالنسبه للوحدات الحراريه لنا. والجواب دائما كان ايه. رح اخذ اهم كم شغله بالدراسة، من الدراسة عملت على المكسرات، وتبين انه المكسرات في عنا الغشاء الخلايا اللي بيكون هو عم يحميهم، الخلايا اللي معمولين المكسرات منهم، هيدا الجسم ما يعني هضمه بيكون كتير عم ياخذ طاقة. مزبوط. فنحن هون قد ما هو في وحدات حرارية بهالنطس، تقريبا نحن في عنا بارت من هالوحدات الحرارية استعملناهم بالهضم. فإذا أنت عم تاخذي تقريبا عدد وحدات حرارية معينة مكتوبة على المكسرات، لكن أنت وعم تهضميهم عم يكون عم يضل منهم هو عدد أقل، بينما إذا طحناهم اوكي هيدول السيل وولز يعني قلنا جدار تبع الخلايا رح يكونوا عم يتكسروا. فاذا هون شو بصير عندنا؟ بصير عندنا انه نحن ما عاد في جسمنا عم يعمل طاقه ليكون هو عم يهضمهم. فاذا هون ما بنقعد نحرق وحدات حراريه من قد لو اكلناها كامله، فوحدات الحراريه رح تكون اذا قلنا 100 وحده حراريه رح يفوت على الجسم 100 وحده حراريه على القد. وبالنسبه للفيتامينز ممكن يتغير؟ هون اكثر دراسه كانت على الكالوريز بهال، بس بالنسبه للوحدات للنوتس المكسرات الفيتامينز لا ما بيتغير. هلا من ناحيه ثانيه بنحكي دائما نحن على الباستا، وكل ما كانت الباستا الدنتي تكون قاسيه شوي، ساعتها هون الجلايسيميك اندكس تبعولها بيكون اوطى، يعني هي ما بترفع السكر بالدم. فاذا هون فيها تكون عم تشبعنا
مدة أطول وهضمة بيكون شوي أقسى، فكمان عم نحرق وحدات حرارية. بحكي على كمان دايما إذا عندي الخبز، طب بيقولوا لي الفرق بين الخبز الأبيض والحبة الكاملة، عم بحكيكم وحدات حرارية اليوم هون. وحدات حرارية هي ذاتها، ولكن نحن حتى نكون عم نهضم القشرة اللي هلا أنا بدي أرجع أحكي عنها، كمان الجسم بده طاقة، طاقة أكثر بيلعوس أكثر وقتها تكون الحبة الكاملة، فإذا هيدا في طاقة أكثر، والهضم عم يحرق كمان طاقة أكثر، فهون أنت صحيح عم تاخذي نفس الوحدات الحرارية، ولكن أنت بخلال اللعوسة والهضم عم تحرقي وحدات حرارية زيادة، فكمان هون هيدا بيأثر على مجمل الوحدات الحرارية اللي خليها جسمك. رح ننتقل لموضوعنا الأساسي اللي هو ألياف النخالة. نحن بنعرف أنه ألياف النخالة يمكن بتساعد أكثر على عملية الهضم. مزبوط. بس هل بتأثر على الكلى؟ هلا هون اليوم رح أعمل دراسة كاملة على هيدا الشيء اللي نحن بنقوله بران أما النخالة، وأحكي إذا هو كيف رح يأثر سلبا أما إيجابا لمرضى الكلى، وكمان بالنسبة للمصران، وكمان بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم مشاكل أبدا. فرح بلش إنه شو هي هيدي البران أما النخالة اللي عم نحكي عنها. نحن دائما رح نحكي نخالي، ورح اخذ اليوم حبه القمحه لانه عندنا الخالي كمان تبعت الشوفان والى اخره. رح اخذ القمحه اللي هي مؤلفه من ثلاث طبقات، واخر طبقه منها البرانيه هي النخالي. اجمالا وقتها نحن من القمحه ينعمل الخبز الابيض اللي صار انه شالوا هالنخالي ونكبت. طب هيدي النخالي بحد ذاتها هل هي منيحه ام لا؟ والسؤال الثاني اللي عالم تسالني اياه بيقولوا لي انه نحن عم ناخذ نخالي، فاذا نحن ما عم ناخذ نشويات ولا وحدات حراريه. مزبوط. انا اللي بدي اقول لا، لانه كبايه النخالي بالنتيجه، فاذا وقتها تشوفي خبز فيه نخالي على كل حال هو منه نخالي بيكون 100%، رح يكون فيه حبه القمحه ورح يكون فيه نخالي، لانه هي نخالي بحد ذاتها ما رح تعمل رغيف خبز. بينما فينا نكون عم ناخذ نخالي ونقول نحن اخذناهم مثل ما هن وحطينا معهم الحليب واكلناهم. فهون اللي بدي اقوله انا انه كبايه النخالي بتحتوي على 62 وحده حراريه، ولكن كبايه النخالي كمان فيها كثير الياف، بتحتوي على نشويات وبتحتوي على تقريبا 4 جرامات من البروتين وبتحتوي على شوي من الدهنيات، فاذا هي منا خاليه من الغذاء ومنا خاليه من الوحدات الحراريه، ولكن وحداتها الحراريه برضو منهم كتير كتار. أوكي. هذا من ميل. من ميل تاني دايما نحن وقتا ندرس شو هي النخالة نعرف انه النخالة شغلة كتير مفيدة للجسم من عدة أسباب. أولاً أنه نحن بقلب وقت ناخد النخالة هذا الشيء هو بيكون عم يحمينا من سرطان الكولون. النخالة بتحتوي على كثير من أول شيء بتعمل بلك بالجسم insoluble fiber، الألياف اللي هي ما بتدوب اللي هي بتاخد مي معها وبتقدر تساعدنا لكل الأشخاص اللي عندهم مشكلة الكتام، فإذا بتسهل هالمشكل وقت يكون في تسهيل لهالمشكل يعني نحن عم نحمي المصران خصوصا المصران الغليظ. هلا من ناحيه ثانيه في عنا مواد اللي هن اسمهم الليجننز بقلب النخاله. الليجننز بين اهميتهم لعده امراض، منها هن بيحموا القلب، ومن ميله ثانيه تبين قديش هن مهمين ليحمونا من سرطان الثدي كمان. هلا برجع هون بقول انه دراسات بينت انه احنا وقتها نتناول النخالة رح يصير في عنا جسمنا يعمل برودكشن، يعمل شيء اسمه شورت تشين فاتي اسيد اللي هن كثير مهمين هول ليخلوا البكتيريا الجيده تنمى بالمصران. بغذوها يعني للبكتيريا الجيده. 100%، وبنفس الوقت نحن بنقول انه هن بري بايوتكس مثل ما قلتي لورا عم يغذوا البكتيريا الجيده، فاذا هون عم يطلع عنا بكتيريا جيده، وكمان مش بس عم تحمي مصراننا، الكل بيعرف قديش هي مهمه وبحكي عنها لتحمينا، تحمي افكارنا وتحمينا من الدبريشن الصغير والى اخره. فهم كمان لكن هول كلهم موجودين بقلب هالحبه البران هالقشره اللي نحن عم نحكي عنها. لروح على سؤالك بقضيه الكلى. نعم. هلا كمان اللي بدي اقوله انه هيدي البران هي بتحتوي على بوتاسيوم كميه عاليه وبتحتوي على كميه عاليه من الفوسفورس. نحن عندنا مرضى الكلى بيعملوا فحوصاتهم على طول، اذا عندهم بفحوصاتهم عالي الفوسفورس او عالي البوتاسيوم انا ممنوع اكل البران
أوكي. فاذا ما بعد فيي اخذها، لانه انا ما الاكلات اللي بتحتوي بوتاسيوم عالي او فوسفورس عالي بدي ابعد عنها. مثلا فوسفورس اكيد موجود مثلا بالبقوليات، هول كمان بدي ابتعد عنهم. البوتاسيوم موجود بكثير بالموزة، بالأفوكادو، بس ولكن كمان موجود بالبران، بدي ابتعد عنه. يعني الأشخاص يلي عندهم يلي بيغسلوا كلى، هدول الأشخاص لازم يبتعدوا عن النخالة، هل لازم يتناولوا النخالة؟ إذا وصلنا لغسيل الكلى يعني عندنا كثير أشياء عالية منها فوسفورس، بوتاسيوم، كرياتينين إلى آخره، ومظبوط بدهم يكونوا عم يبتعدوا كليا. إلا بالحالة اللي هن وساعة اللي عم يغسلوا الكلى ساعتها بيقدر يكونوا عم ياخذوها. فهون هلا من ميلة تاني، طب أنا إذا شخص عندي مشاكل بالكلى ولكن الفوسفورس عندي منه عالي والبوتاسيوم منه عالي، ساعتها بيجي موضوع البران إنه لازم تاخديه، لأنه بنرجع لأنه هو بيحمي الجسم. يقدر يعدل البوتاسيوم والفوسفورس؟ لا، بالحقيقة هو لأنه أكثر بيحمي الجسم من بيحمي لك قلبك، بيحمي لك من بيحمي مصرانك من أمراض سرطانية، لأن نحن وقت يكون عندنا مرض معين ما لازم بس يكون الفوكس تبعنا على هالشغلة، بنسى أنا قلبي. يعني إذا بدي أعمل فوكس على كلوية ما لازم انسى قلبي، ما لازم انسى الكبد، ما لازم انسى العظام الى اخره. فهون بتجي القصه كريتيكال، من لازم ياخذ ام لا. هلا من هون بدي انتقل كمان ل طيب، هل في قديش حكيت اشياء مهمه عن البران؟ شفنا انه لا، مريض الكلى اللي عنده مشاكل بالفوسفورس بوتاسيوم ما في ياخذها. هل في ناس ثانيين كمان ما فيهم ياخذوها؟ مظبوط. قديش قلنا هي مهمة للمصران، ولكن الأشخاص اللي عندهم نفخة بالمصران، هؤلاء الأشخاص معقول يتأثروا بالبران سلباً؟ كيف هالشي؟ لأنه هون البران، أما هيدي القشرة بتحتوي على مادة الفروكتان، وبيتبين أنه عندنا مادة الفروكتان هي من المواد اللي بتأدي إلى يصير عندنا نفخة المصران. الفروكتان هي مادة موجودة بالأرتشوكي مثلاً، مادة موجودة بالبصل، مادة موجودة بالثوم. كيف نحن بنبعد الأشخاص خصوصا بالدايت الفود ماب اللي عنده دايما نفخة وبنشتغل له على الفود ماب دايت، بننتبه انه كل شيء عالي بالفركتان هو رح يضايقه، بتجي عنا هون نخالي. فمشان هيك هون الابتعاد عنا بيكون مهم، بيكون افضل. كمان الأشخاص اللي هن عندهم سيلياك، ما في يقول انه هيدي انشالت من القمح، هي بارت من القمح. اذا انا عندي مشكله السيلياك وما في اخذ شيء بالقمح، لكن اكيد ما في اخذ البران. اما نحن عم نحكي هون عن خاله القمح، بس عن خاله القمح بالتحديد 100%. فاذا هون شفنا كيف في اشخاص اضطرار يكونوا عم يبتعدوا عنا. هلا بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مشاكل النفخه او الكلى، يمكن اوقات بيشوفوني انه انا بسمح لهم ياخذوا الخبز اللي هو قمح كامل، وانا عارفه البراند اللي هي فيها كثير من القمح اللي هي بيضة، والقمح الكامله بتحتوي كثير كميه قليله من القمح الكامله، لانه بضل نحب انه للمصران يكون عم يفوت شويه نخالي، ولكن الكميه بتبقى كثير ضئيله. بتكون مدروسه يعني حسب كل حاله وحسب كل وضع. طبعا طبعا. بعد بدك تزيدي شيء بخصوص؟ انا عم اقول لورا، مشان هيك نحن ما فينا نسمع على اكله معينه ونقول هيدي الاكله بيرفكت بدنا ناكل منها كثير، وما فينا كمان نعمل جادجمنت انه هيدي اكله ما بتسوى ونزيحها. دائما البالانس هو المهم، وبدنا نعرف ليش نحن عم ناكلها، او عم ناكلها بكميه قليله او كميه كثيره، او ما لازم ناكلها. طب هون نحن وين افضل؟ يعني افضل ناكل الخبز الاسمر او الخبز الابيض بالحالات الدقيقه يعني العاديه؟ القمح كاملة هو القمحة الكاملة، عم تاخذي الحبة كاملة، شوفي بقلبها وشوفي من برا، هي هي اللي أنا دايما بنصح فيها. اسمه إذا خبز القمحة الكاملة، هذا أفضل خبز. هذا هو أفضل نوع خبز. وفي كتير ناس كمان بيسلقوا قمح وبياكلوا قمح مسلوق، ساعتها أفضل كمان هون ياخذوا القمح بقشره. أكيد بيكون عم بيفيدوا الكلى والمصران وعملية الهضم كلها على بعضها. وهو أصلا كمان فيه يكون هيدا نوع من الديزرت أو خيال عم ياخذوه الأشخاص بشكل منتظم بحياتهم. أكيد. بس بهالحالة بدنا نخفف خبز أو في لا؟ ناس بيتروقوه كمان. نعم. وقت تكون عم تحطيه وعم تحطي زبيب معه وعم كيف عنا في اشخاص بتروقوا الشوفان، ليش مش القمح كمان بتكون نوع من الترويقه؟ هيدا نوع من الترويقه. فاذا انت
شلتي الأبعة اللي أنت عم تاخديها وحطيتي بدلة استبدلتها بالقمح. شكرا كثير لك. هلا رح ناخذ وقفة ومنتابع من بعدها إلايف.